مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم معنا، ولقاء يتجدد دائما مع مجموعة متنوعة من الفقرات القيمة والهادفة بنقدمها لحضراتكم من خلال برنامجنا زينة، ودايما بيدور في إطار يعني توجيه رسائل جميلة للأسرة المصرية وللمجتمع المصري بشكل عام. في البداية برحب بزميلتي العزيزة مروة، أهلا بك يا مروة وحلقة جديدة. أهلا بك يا حنان، ومساء الخير على كل مشاهدينا. كالعادة بنقابل حضراتكم يوم الخميس بمجموعة من الفقرات اللي بتهم الأسرة المصرية. النهاردة عندنا فقرتين من خلال زينة وفقرة واحدة في طعم البيوت. زينة عندك إيه النهاردة يا حنان؟ عندنا يا مروة طبعا موضوع مهم جدا، وبالتأكيد يعني أهم موضوع بيشغل بالنا جميعا حاليا هي الانتخابات الرئاسية القادمة بإذن الله. النهاردة 30 نوفمبر، وبكرة بإذن الله الجمعة 1 ديسمبر. بكرة هيبدأ التصويت بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج يوم 1 و2 و3، والحقيقة دايما بنؤكد على أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة مننا كلنا كمصريين، المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية لأنها بترسل عدة رسائل للخارج، أهمها أن الشعب المصري كله على قلب رجل واحد، الشعب المصري كله مؤمن ببلده، الشعب المصري عنده وطنية قوية جدا، مؤمن بخطط التنمية المستقبلية اللي هيكملها بإذن الله وإلى الأمام دائما. النهاردة هنلقي الضوء تحديدا على السكان في منطقة سيناء، سواء محافظة شمال سيناء أو جنوب سيناء، ودايما بنقول منطقة سيناء هي منطقة غالية على قلوبنا جميعا، لأن تمنها مش مال ولكن تمنها هي دماء وأرواح يعني رجالنا وأبنائنا من القوات المسلحة لاسترداد هذه الأرض الغالية على قلوبنا جميعا. هنتكلم كمان عن دور المرأة السيناوية، خصائص المرأة السيناوية، دورها إيه في هذه المرحلة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ولدعم يعني البلد بشكل عام. فقرة مهمة إن شاء الله تتابعوها معنا. احنا عندنا فقرة في برنامج طعم البيوت هنتكلم عن أخلاقنا الجميلة. الشعب المصري دايما بيتميز بأخلاقه، بالشهامة، بالجدعنة، بالرجولة، سواء كان راجل أو ست. دايما بنقول المصريين جوه مصر بنبقى مطمنين لأن حوالينا الناس. كمان بره مصر لما بتشوف أي موقف بيكون التجمع دايما من المصريين لأنهم بيبادروا بالمساعدة. يا ترى الأخلاق دي والصفات الجميلة اللي موجودة في المصريين لسه موجودة ولا محتاجة أننا نأكد عليها؟ المبادرات الرئاسية اللي بتتكلم عن أخلاقنا الجميلة مهم جدا أننا نشوف أثرت في المصريين إزاي. ده هيكون موضوع فقرتنا في طعم البيوت. حنان عندك ايه تاني النهارده؟ مروة احنا بنكمل كلامنا عن الانتخابات الرئاسية، والحقيقة الهيئة الوطنية للانتخابات بتعمل مجهود كبير جدا جدا، لهم كل التقدير والاحترام، يعني توسيع قاعدة البيانات لمشاركة أكبر عدد ممكن من الناخبين ومن تسهيل عملية التصويت. النهاردة هنلقي الضوء يعني بشكل سريع على تاريخ الانتخابات الرئاسية في مصر والتاريخ السياسي في مصر بشكل عام. هنلقي الضوء على الفئات المستحدثة للمشاركة في عملية التصويت وفي الانتخابات الرئاسية حتى تسير هذه العملية الانتخابية بشكل يسير وشكل فعلا مبهر يليق بحضارة وبتاريخ مصر بإذن الله. إيه رأيك يا مروة؟ طبعا من حق كل مصري انه يشارك في الانتخابات لان ده حقه وكمان واجب عليه. مهم جدا اننا نكون عارفين قيمة صوتنا علشان نقدر اننا نستخدم القيمة دي بإيجابية. اللي موافق يروح يقول في الصندوق، اللي معترض على حاجة برضو رأيه في الصندوق. هو ده أساس الديمقراطية والشفافية. حلقتنا النهاردة استعرضنا من خلال المقدمة الفقرات اللي هنقدمها لحضراتكم فيها. فاصل صغير ونرجع نبدأ بالتفصيل مع الأخبار وحنان. مشاهدينا بنرجع مرة تانية وجولة سريعة مع الأخبار، ودايما بنقول وبنأكد أن أخبارنا دايما إيجابية بتبعث على الأمل والتفاؤل. وأول أخبارنا، المجلس القومي للطفولة والأكاديمية الوطنية للتدريب يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز قدرات العاملين. تفاصيل الخبر، وقع المجلس القومي للطفولة والأمومة والأكاديمية الوطنية للتدريب بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال الطفولة والأمومة في مصر، ويتضمن التعاون في مجالي التدريب وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والمعلومات وتنفيذ الأنشطة المشتركة. تاني خبر معانا،
وزيرة الهجرة تنشر تفاصيل مقابلة ناشئة مصرية في النادي الإيطالي. كشفت السفيرة سهى جندي وزيرة الدولة لشؤون الهجرة تفاصيل لقاء طفلة مصرية في نادي إيطالي، حيث قامت وزيرة الهجرة عبر صفحتها الرسمية: كالعادة في كل مكان هتلاقي مصري سايب بصمته وعامل إنجاز جديد. النهاردة الحكاية من ميلانو في إيطاليا، قابلت بنتنا سارة أنور الشامي وعمرها 13 سنة وبتلعب، ونجحت تكون كابتن فريق لكرة القدم في أحد النوادي في ميلانو في إيطاليا من 8 سنين وهي في هذا النادي. الحقيقة دايما بنكون فخورين بالنماذج المصرية المشرفة اللي بتشرف وبترفع اسم مصر عاليا في أي مكان وفي أي دولة. مشاهدينا هنطلع لفاصل ولكن هنرجع مرة تانية وبسرعة ونبدأ مع حضراتكم أولى لقاءاتنا والحديث عن دور المرأة السيناوية في هذه المرحلة وفي الانتخابات الرئاسية القادمة بإذن الله. مشاهدينا بنرجع مرة تانية ودايما بنقول وبنأكد أن أرض سيناء دي أرض غالية على قلوبنا جميعا، كل مصري كل مواطن مصري مخلص وشريف فهو بيعتبر أرض سيناء دي جزء فعلا وكأنها جزء من بيته وكأنها جزء من دمه، لأن فعلا يعني استشهد فيها أجدادنا وأبائنا وإخواتنا فهي أرض غالية بالفعل. والحقيقة مرت سيناء بمراحل كانت صعبة جدا جدا من 4 سنين ومن 5 سنين وكلنا كنا بنتابع يعني العمليات الإرهابية، ولكن سيناء في هذه المرحلة يعني من فترة الحمد لله استطاعت القيادة المصرية بفضل طبعا رجال الأمن سواء من القوات المسلحة المصرية أو من رجال الشرطة، استطاعوا بفضل الله وبمجهودهم وبخطة رائعة استطاعوا بنسبة كبيرة جدا جدا القضاء على الإرهاب، وبدأت المشاريع القومية الرائعة في كل مكان على أرض سيناء. النهاردة طبعا هنلقي الضوء على دور المرأة السيناوية، دورها ايه في المرحلة اللي فاتت واثناء ما كانت سيناء فيها مثل هذه العمليات الارهابية الصعبة، ودورها ايه في هذه المرحلة مع التنمية ومع التقدم ومع المشاريع القومية، ودورها ايه ايضا في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لان المرأة السيناوية معروف عنها ايضا بخصائص وبصفات رائعة وجميلة، ولكن هنعرفها اكتر في هذا اللقاء اللي بتسعدنا وبتشرفنا وبتنورنا النهاردة المهندسة ورائدة الاعمال فايزة عايد نائب الاتحاد العام للقبائل العربية والمصرية لشؤون المرأة ومستشارة المرأة في محافظة شمال سيناء. أهلا بحضرتك معنا يا باشمهندسة، نورتينا. وفي البداية تحياتنا طبعا لحضرتك ولكل امرأة سيناوية ولكل مواطن على أرض سيناء العزيزة والغالية على قلوبنا سواء في محافظة شمال سيناء أو جنوب سيناء. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا تحية لكم جميعا، تحية لكل امرأة مصرية بصفة عامة ولا أهل، وكل امرأة سيناوية بصفة خاصة. وزي ما بقول في كل لقاءاتي أنا ما بقولش عليها السيدة السيناوية، أنا بقول عظيمات سيناء لكتر ما شافوا وتحملوا الفترات اللي فاتت فأصبحوا عظيمات سيناء ونقتدي بهم في كل حين ومين، يعني ده حاجة كويسة جدا يعني. صحيح أكيد. طيب باشمهندسة فايزة، عايزين نلقي الضوء كده بشكل سريع، وطبعا كلنا كمصريين كنا بنتابع ما يحدث في سيناء من 5 سنين و6 سنين واستشهاد يعني أعداد كبيرة من رجال القوات المسلحة، طبعا أرواح شهدائنا لهم كل التحية والتقدير والاحترام وإن شاء الله بنحتسبهم عند الله من الشهداء، ولكن قدروا بدمائهم الزكية الطاهرة قدروا إن هم يحققوا إنجاز رائع وهو القضاء على الإرهاب. وطبعا الحكومة المصرية كملت هذا المشوار بإقامة المشاريع والجامعات ودعم المرأة ودعم الرجل السيناوي سواء دعم اقتصادي دعم اجتماعي دعم سياسي. إيه رأيك نعمل كده مقارنة سريعة ما بين الماضي والحاضر؟ طبعا لو اتكلمنا عن الماضي، الماضي بالنسبة لأهل سيناء كان صعب جدا للسيدة السيناوية ولكل أهل سيناء، الماضي كان صعب جدا وكان على القوات المسلحة والشرطة عاتق كبير جدا من برضو حفاظ على أرواح الناس. فكان في الناس كانت تعبانة جدا من وجود الإرهاب، لا عارفة تخرج ولا عارفة تروح ولا عارفة تيجي ولا في أمن ولا في أمان ولا في أي حاجة. فوجود الجيش حمل بلد قضى على الإرهاب مع بعض القبائل العربية،
فده يعني عمل لنا انجاز كبير جدا ان احنا نعيش في امن وامان. أكيد. كان الاول مش عارفين نخرج يعني من الساعه 5 في حظر. كل يوم تسمعي مثلا ضرب في الجيش، الجيش مات، مدرعات اتفجرت، مش عارفه ايه. مش عارفين يعني مش عارفين نعيش معنا صح، ولكن شايفين أرواح من جيش والشرطة كل يوم كل يوم. الموقف كان صعب جدا جدا جدا. يعني أنا عايز أقولك إحنا تحولنا تحويل كبير 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 جدا جدا جدا. من فين أنا قاعدة كل يوم ضرب نار وإرهاب وناس بتموت إلى استقرار تام دلوقتي. أنا عايز أقولك إن إحنا في استقرار تام دلوقتي، الحمد لله، قضى على الإرهاب بشكل كامل. وكان جزء كبير من القضاء على الإرهاب يا باشمهندسه اقامه المشاريع القوميه الجميله وتوفير فرص العمل على حاجة للشباب. هكلم حضرتك على موضوع مهم جدا. انا عايزه اقول لك ان في سيناء بالذات المحاربه على الارهاب شغاله والتعميل شغال. يعني انا عايزه اقول لك المحطات اللي اتبنت عندنا، الانفاق اللي اتعملت عندنا، رصف الطرق، عمايل الانفاق في اسماعيليه، رابطه بين سيناء وبين اسماعيليه. بحارب الارهاب من جنب وبعمل انشانا جامعات، انشانا مدارس، انشانا وحدات صحيه، انشانا عملنا طرق، عملنا كباري. كل ده اتعمل في السنين اللي فاتت، وبنحارب على الارهاب وناس بتموت. صحيح. ولكن يد تحارب ويد تبني. صحيح. لكن دلوقتي لا، دلوقتي يعني انا عايزه اقول لحضرتك دلوقتي انا عايزاكم تشرفونا بسينا كمية الاستقرار اللي احنا فيها. انا ما عنديش استعداد اضيع لحظة من الاستقرار ده. حقيقي الحمد حقيقي لله ان شاء الله يستمر ويدوم الى الامام باذن الله يا باشمهندسة. طيب عايزين نتكلم بقى على خصائص المرأة السيناوية، باعتبار برنامجنا دايما هو موجه طبعا لكل افراد الاسرة المصرية والمجتمع، ولكن يمكن شوية بنلقي الضوء بتركيز اكتر على المرأة باعتبارها هي عماد الاسرة. هل المرأة السيناوية ليها خصائص يعني متميزة شوية عن المرأة المصرية بشكل عام؟ طبعا هي المرأة السيناوية جزء من سيدات أهل مصر كلهم، ولكن سيدة السيناوية تختص ببعض الصفات. احنا دايما نقول ان البيئة هي العامل المؤثر القوي في تكوين الشخصية. صحيح. بيئتها القبلية أثرت فيها، أصبحت ست يعني قوية بما في يعني بوضعها الاجتماعي اللي هي موجودة فيه. فأصبح دلوقتي هي ست بتساعد زوجها، بتربي أولادها، بتعين جيشها في وقت الشدة، بتدافع عن بلدها بدمها. صحيح. زيها زي الراجل بالظبط في سينا. الست قوية جدا في سينا، لو ما فيش لو بتعرف تعيش، لو ما فيش حاجة في المكان خاص تعرف تعيش، تعرف تعمل مشاريع صغيره، قادره ان هي تتحمل يعني اصعب الظروف، وتمكن اسرتها ماديا وتعلم ولادها وتاخد بالها من بيتها وجوزها، وتمكنت فعلا السيده السيناويه ونجحت. وبنقول انه العصر الذهبي للمراه في عهد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضرتك بتقولي عظيمات سيناء. سياده الرئيس دائما ما يقول عظيمات مصر، لانه فعلا يعني بيقدم كل التحيه والتقدير للمراه المصريه بشكل عام، وفي تمكين اجتماعي وتمكين اقتصادي وتمكين سياسي للمرأة. ماذا عن المرأة السيناوية والتمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة السيناوية؟ أنا بشكر حضرتك لأنك حاساكي بتتكلمي عن سينا بحب قوي. طبعا بشكر حضرتك طبعا لانتمائك الشديد وحبك قوي لعظيمات سيناء. هو طبعا يعني الدولة وفرت للسيدات حاجات كتير جدا، أنشأت ليها يعني مع وزارة التضامن إنها تقدر تفتح مشروع صغير يمكنها ماديا ويمكن أسرتها. كويس. فأنشأت لها ساعدتها ببعض إنشاء بعض المشاريع، عملت لها بعض المعارض تعرض فيه منتجاتها، عملت لها شغل كتير جدا إنها تقدر مثلا لو حابة تعرض بره مصر في معرض تراثنا في تسهيلات لنقل المنتج مثلا، تسويق ليها المنتج، وكمان يعني معاونتها ماديا في انها دعمها ماديا انها تقدر تفتح مشروع تفيد بيه اسرتها وتفيد بيه اولادها وتمكنهم ماديا في ظل الظروف اللي احنا فيها. صحيح صحيح. طيب باشمهندسه فايزه، ماذا عن المشاركه في الانتخابات الرئاسيه ووعي ايضا المراه السيناويه برضو باهميه هذه الانتخابات واهميه المشاركه واهميه عايزين زي ما بنقول مصر كلها تظهر كده بمظهر حضاري مشرف ولائق يليق بتاريخ مصر؟
طبعا السيدة السينوية عندها وعي وعندها انتماء لبلدها، وهي بنفسها شافت الوضع زمان والوضع دلوقتي وعانت قد ايه. يعني انا كواحدة من الناس عانيت كتير جدا، انا عانيت كتير جدا يا فايزة عانيت كتير جدا، وكل السيدات زي كلنا عانينا وتعبنا، شافت زمان وشافت دلوقتي. انت حابة ايه؟ انا حابة استقرار. يبقى انت ليكي صوت، صوتك امانة، انزلي وشاركي في انتخابات، لانك انت عنصر مهم. السيدة السينوية عنصر مهم في المجتمع طبعاً. احنا مصر مش سينوية بس صحيح. انا اقعد في البيت ومش مهم اروح، لا مفيش الكلام ده. لا اصلا انا خلاص، الصغير يقول لسه صغير والكبير يقول اصلا انا كبرت. معلش كلنا لازم، دي امانة. انت كبرتي يبقى انت عندك اولاد، عندك احفاد جايين، ابن لهم مستقبل فيه استقرار وامان. انت لسه صغير، انا صغيرة بعدين، لا انت صغيره قدامك مستقبل. كله ينزل، كله يشارك. لسه حضرتك كلامك جميل جدا باشمهندسه فايزه. يعني احنا كنا بنقول وعي، بنقول وطنيه، بنقول مشاركه ايجابيه. حضرتك قلتي كلمه جميله، هي امانه فعلا. يعني المشاركه في الانتخابات الرئاسيه دي فعلا هي امانه واجبه على كل مواطن مصري، واجبة. يجب ان هو يكون يعني يستحق على قدر هذه الامانه، ان هو فعلا احنا خدنا فتره كبيره جدا وتابعنا يعني حملات المرشحين للرئاسة، وتابعنا البرنامج الانتخابي لكل رئيس، ويعني رئيس قادم أو كل مرشح للرئاسة قادم. فخلاص بقى عندنا وعي كافي، وإن شاء الله تبقى المشاركة من خلال الأمانة الوطنية. فكلمة أمانة دي كلمة مهمة جدا فعلا فعلا. هي صوتها صوتنا كلنا كسيدات أو كأفراد، كل الناس الصوت أمانة، الصوت أمانة. صحيح. عايز تكمل والبلد تكون بخير، ولا عايز يعني في حاجات كده محتاجة ترتيبات، ولكن محتاج صوتك، لازم تنزلي اللي بصوتك علشان احنا نشوف مستقبل اولادنا عامل ازاي. تكوني تعلمي صح، وان ازاي تختاري صح، وازاي يكون عندك عشان ما تبطليش صوتك. ففي حملات توعية، وانا اتمنى حملات التوعية دي تكون على مستوى الجمهورية. تمام. لان ابطال الاصوات بيكون اكتر من ناس ادلت باصواتها. ايوه حضرتك بتشاركي في هذه الحملات التوعوية بشارك. طب ايه رد فعل بقى يعني الفتيات او السيدات، رد فعل ايه في المشاركه؟ لا على فكره احنا عندنا يعني اهل سينا احساسهم وانتباههم لوطنهم كبير جدا. انا عايزه اقول لك ان احنا عندنا شباب يعني شباب متطوعين في العمل الخيري. يعني انا ما بعمل قافله طبيه مثلا واقول شباب التطوع فين، كلهم بيكونوا واقفين جنبي. بس ان شاء الله في انتخابات الرئاسه اللي ما تعرفش توصل لصندوق الانتخاب بتاعها تكلمني. انا ممكن احط تليفوني على الهواء تكلمني، او انا هاجي اخدها بنفسي من البيت بعربيتي اوديها تنتخب. الله. طب ده جميل قوي، واكيد حضرتك معروفه هناك متهيألي باشمهندسه فايزه. يعني احنا ممكن بكره عندنا مؤتمر، جمعيه من الجمعيات عاملاه في سيدات سيناء، متجمعين لمشاركه المراه، وازاي المراه هتشارك، وازاي المراه يكون لها دور ايجابي في المجتمع. النهارده في مؤتمر بكره يوم السبت، يوم السبت طيب. لنا سيناء كبير جدا على مستوى عالي، فكلهم هيحضروا ان شاء الله، كل سيدات سيناء هيحضروا. كويس. كلهم والفتيات كمان اللي هم من لهم حق الانتخاب، مهم جدا يكونوا متواجدين. الفتيات انا عايزه اقول لك، الفتيات عندنا في سيناء كلهم يعني جاهزين للتطوع في اي حاجه. الله. ما شاء الله. عايزه اقول لهم فعلا ان شاء الله هنعد فريق كامل مكمل في انتخابات الرئاسه، عشان احنا اكتر ناس عانينا في الفتره اللي فاتت. كبير. تمام. من الشباب هنساعد كل الناس، بس اهم حاجه صوتك امانه. جميل جدا جدا. بهذه الكلمات الجميلة بنختم لقائنا مع حضرتك، وتحياتنا وتقديرنا واحترامنا وحبنا لكل أهالي سيناء، كل أهالي محافظة شمال سيناء، سواء من الفتيات أو من السيدات أو كل مواطن مصري مخلص شريف. شرفتينا ونورتينا النهاردة باشمهندسة فايزة. ميرسي لحضرتك جدا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، هنطلع فاصل ولكن هنرجع مرة تانية، ومستمر كلامنا عن الانتخابات الرئاسية وتاريخ الحياة السياسية بشكل عام في مصر والانتخابات الرئاسية تحديداً.